في الفيديو ده انا اتعلم واحدة من اشهر وافضل مهارات الفريستايل ATW، ولو قدرت تتقن المهارة دي هتساعدك بشكل كبير تتعلم اي مهارة تانية بكل سهولة. بس قبل ما نبدأ متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدوس لايك للفيديو. مكان ضرب الكرة، والمكان هيكون وجه القدم الخارجي او هيكون وجه القدم الداخلي، وده اللي هيخلي الكرة تعمل دوران علشان تقدر تعمل المهارة صح وبدون اخطاء. مراحل التعلم. المرحلة الأولى، مهم تفهم المهارة بتتعمل ازاي من الأساس، والمرحلة دي هتعملها من غير كورة علشان انك تتعود على المهارة. المرحلة الثانية، هتبدأ تثبت الكورة على أول قدمك القوية وتبدأ تطبق المهارة. طبعا هتكون صعب عليك في البداية، بس واحدة واحدة هتيجي معاك صح. المرحلة الثالثة، بعد ما تتقن التمرين اللي فات هندخل على التمرين ده، والتمرين هنا هيكون انك تسيب الكرة تلمس الارض وبعدين تحاول تعمل المهارة. بعد ما نكون اتقننا كل المراحل هندخل على المرحلة الرابعة والاخيرة، واللي هتكون انك هتبدأ تنطق الكرة وبعدين تحاول تعمل المهارة. ودلوقتي هقولك على شوية نصائح اضافية هتسهل عليك المهارة اكتر. النصيحة الاولى، مرونة الجسم عامل اساسي في ان المهارة تتم بشكل صحيح، فحاول وانت بتعمل المهارة ما تشدش اعصابك. النصيحة التانية، خلي ركبتك تكون متنية بالشكل ده. النصيحة الثالثة والاخيرة، خلي عندك صبر وادي المجهود الكافي للمهارة. وبس كده، قولي في الكومنتات اذا كنت بتعرف تعملها ولا لا.